شوارعك يا بلادنا المعمورة. لو 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 لا لي لو 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 لا لي الله محيي شوارعك يا بلادنا المعمورة. صباح الخير لكل مشاهدينا وما كنتوا عم تتابعونا. نهار جديد نبتدي فيه رحلتنا الصباحية معكم، وإن شاء الله يحمل كل الأمل والسلام لكم وما كنتوا متواجدين. اليوم عم نودع شهر تموز ونطوي الفصل السابع بال2017، ونستعد لاستقبال يوم جديد إن شاء الله اليوم يكون مفعم بكل الأمان الطيبة ويحمل ملامح الخير والسلام للجميع. بصباحنا لليوم رح نتوقف عند محطات عديدة ونطرح من خلالها كثير من المواضيع والمعلومات. فصباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا، ويسعد صباحك زينب. يسعد صباحك أريج، وأكيد بدي صبح كمان على كل اللي قرر إنه يبتدي نهاره برفقتنا. رح نسلط الضوء على كتير من المواضيع الحياتية اللي بتهمنا وممكن شكل نقطة تحول بطريقة تفكيرنا. من قلب مدينة الياسمين رح تكون بداية يوم جديد بنتمنى إنه يحمل كل الأمل لكم مشاهدينا وين ما كنتوا متواجدين. تحيتنا الصباحية من وجهة لحماة الديار أبطال الجيش العربي السوري، صباحكم نصر وعزة، صباحكم كرم. صباحنا بدا معكم مشاهدينا، فخليكم برفقتنا. زينب، أولى محطاتنا لليوم رح نبقى على جولة من مجموعة الأخبار العالمية واللي بنبداها لليوم مع دواء جديد قادر على محاربة سلالات فيروس الإنفلونزا. أكيد يبدو أن المعاناة أريج من زيادة مدة المرض والتعب عند الإصابة بالإنفلونزا انتهت على إيدي عدد من العلماء التابعين لجامعة نوفوسيبيرسك للكيمياء الحيوية بروسيا، ذلك عبر استخلاص مركبات من حمض الجليسيريتينك من جذور عرق السوس، واللي هي أظهرت أنه عندها قدرة عالية على محاربة سلالات عديدة من فيروسات الإنفلونزا وخصوصا الفئة A. دائما زينب في تطورات علمية جديدة وخاصة بالدواء بالعالم ولمحاربة الإنفلونزا بكل أنواعها، وكل فترة عم يطلع إنفلونزا ومرض جديد، لكن عم يتم ابتكار الدواء الشافي له. مثل ما قلت أريج، يمكن كل سنة عم يتطور فيروس الإنفلونزا، هو المرض الشائع بكل العالم، ومنيح أنه عرفنا أنه من عرق السوسة ممكن أنك تاخدي مستخلص مضاد لهالدواء. تماما. أما خبرنا التالي رح ننتقل فيه للهند التي تشهد أغرب مهرجان بالعالم حمل عنوان ناغا بانشامي، وضم الآلاف من المشاركين بالقبض على الثعابين والعقارب ووضع على الأجساد والرؤوس تكريما لدور الحيوانات في الثقافة الهندية التقليدية. مشاهد منتابعة مع بعض.
خبرنا الثاني أريج هو كتير خبر ممتع، يعني هو عن أفضل البلدان اللي ممكن أنه نفكر أنه نتوجه إلى لما نصير كبار بالسن. هو قدموا هالشي باحثون من جامعة كولومبيا الأمريكية ضمن دراسة تعتبر الأطرف، استطاعوا من خلالها تحدي أفضل الظروف للملائمة حياة المسنين. وبحسب الدراسة احتلت كل من النرويج والسويد والولايات المتحدة وهولندا واليابان المراتب الخمسة الأولى في القائمة، كما ضمت القائمة التي شملت 30 بلد من جمهورية أستونيا وأحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا. وأكد العلماء أنهم هن قاموا بهالدراسة ضمن معايير اعتمدت على إنتاجية العمل، معدل الرعاية الصحية، الفروقات الاقتصادية بين الطبقتين الغنية والفقيرة، إضافة لعدد من العوامل اللي بتأثر على حياة السكان بمختلف البلدان. تتخيلي أريج هيك إن شاء الله بعد عمر طويل تروحي على هاي البلدان؟ حلو، يعني الواحد وقت يكون ويصير بسن يعني كبير يكون يقعد بمكان يناسب عمره ويناسب عاداته يمكن ونشاطاته ويروق راسه بالنهاية. أكيد أريج. أما ختام المنوع على اليوم رح يكون مع مشاهد قصيرة من أغرب رياضة بالعالم قامت فيها 15 فتاة من هواة رياضة وينغ سيوت في مقاطعة رايزان الروسية. مشاهد من هالرياضة من تبع مع بعض. زينب، شو رأيك بهالمغامرة وهالرياضة؟ ممكن تفكري انك تخوضي هيك تجربة؟ هلا انا ما ممكن افكر، بس في ناس كثير بتحب هيك نوع من الرياضات، بدها قلب قوي لانه مو كل الرياضات بتناسب كل الفئات. وتحية لهالصبايا يلي عندهم هالجرأة. ما اكيد. هلا بدنا نروح أريج ونرجع بالذاكرة نقلب بصفحات روزنامة اليوم لنتعرف على الاحداث اللي صارت بمثل هاليوم 31 تموز عبر الزمن. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1790 تسجيل أول براءة اختراع في الولايات المتحدة للمخترع صامويل هوبكنز لعملية البوتاس. وفي عام 1914 ألمانيا تعلن الحرب على روسيا أثناء الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1938 علماء الآثار يكتشفون في بروسبوليس نقوش ولوحات من الذهب والفضة تعود للملك دارا الأول. وفي مثل هذا اليوم من عام 1947 الإعلان عن انتهاء عصبة الأمم. وفي عام 1964 التقاط أول صورة مقربة للأرض من سطح القمر بثتها سفينة الفضاء الأمريكية رينجر 7. وفي مثل هذا اليوم من عام 2015 اختيار العاصمة الصينية بكين لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 من قبل لجنة الأولمبية الدولية المجتمعة في كوالالمبور. ومن أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1912 ميلتون فريدمان اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1976. أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1944 أنطوان دوسانت إكسوبيري كاتب فرنسي.
وفي عام 1968 بشار الخوري أو الأخطل الصغير شاعر لبناني. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث بتغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. بكل يوم معلومات نتعمق فيها لنتعرف على تجربة إبداعية تركت بصمتها على مدى التاريخ. من هي شخصيتنا لليوم؟ نتابع مع بعض. بشارة عبد الله الخوري المعروف بالأخطل الصغير، ولقب أيضا بشاعر الحب والهوى، شاعر الصبا والجمال. يعود سبب تسميته بالأخطل الصغير لاتخاذه الشاعر الأموي الأخطل التغلبي قدوة له. ولد في بيروت عام 1885، وتوفي فيها بتاريخ 31 تموز عام 1968. تلقى تعليمه الأولي في الكتاب، ثم أكمل في مدرسة الحكمة والفرير وغيرهما من مدارس ذلك العهد. يمتاز شعره بالغنائية الرقيقة والكلمة المختارة بعناية فائقة. صدر له من الدواوين الشعرية ديوان الهوى والشباب عام 1953، وديوان شعر الأخطل الصغير عام 1961. وصلت شهرته إلى الأقطار العربية وكرم في لبنان والقاهرة، فسلم مسؤولية نقابة الصحافة في العام 1928. غنى له محمد عبد الوهاب ووديع الصافي وفيروز وفريد الأطرش وأسمهان. لم يبايع بإمارة الشعر العربي بعد أحمد شوقي سوى بشارة الخوري وعباس محمود العقاد. هلا اريجا علم الفلك هو المحطة اللي رح نتجول فيها بمحطاتنا التالية، لكن هالمرة ما رح نبعد صوب الكواكب أو الأجرام السماوية أو القمر أو الشمس أو نجومها، رح نبقى بكوكب الأرض ونتعرف على أهم خصائص هالكوكب، شو هي المزايا اللي مكنتنا من إنه نعيش فيه. هالأسئلة وغيرها رح يعطينا الإجابة عليها الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية السورية الفلكية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الورد زينب، صباح الخير اريجا، صباحكم صباح جميع المشاهدين. أهلا وسهلا، صباحك دكتور. صباح الخير دكتور. اليوم مثل ما حكينا بالمقدمة رح نحكي عن كوكب الأرض، وبدنا لمحة تعريفية من حضرتك عن هالكوكب. كوكب الأرض يعني كأحلى تعريف له وتوصيف له هو بقعة زرقاء، علما أنه حديثا نكتشف أنه مو بزرقاء بشكل كامل لأنه فيها خضار وفيها لون بني، لكن هو البقعة الزرقاء الصغيرة في الكون. هذا الكوكب حتى الآن الوحيد الذي تتوفر فيه كل مقومات الحياة الجميلة، من هالخضار، من الماء، من الغلاف الجوي، من إلى آخره. فإذا قائمة تطول من المقومات التي جعلت من هذا الكوكب هو كوكب الحياة. الأرض للأسف الشديد حاليا هو المعروف والتجربة الوحيدة التي استقبلت الحياة. الكوكب الجميل الأزرق فيما مضى كان يظن العلماء أنه كان مسطح. مع مضي الأيام، وأنتم اليوم ذكرتوا بذاكرت الأيام وبحدثا مثل هذا اليوم خبر كثير مهم اللي هو ما قامت به رانجر 7 من سطح القمر بتصويرها للأرض. كانت هذه الصورة لأهميتها الكبيرة، مو بس هي صورة للأرض، هي صورة تثبت كروية الأرض. هي صورة كانت من سطح القمر، يعني من جرم آخر للأرض. أول صورة عام 1964 التقطت من مكان آخر للأرض. هذه الصورة كانت تمهيد لهبوط أبولو. كمان على فكرة نحن عم نعيش هلأ ذكرى مرور 48 عام على هبوط أبولو 11 على سطح القمر، اللي حدث ب 20 تموز عام 1969. أول رائدي فضاء نيل أرمسترونغ وألدرين وضعوا أقدامهم على سطح القمر. وضعوا أقدامهم على سطح القمر ليشوفوا الأرض، ليتعرفوا على كوكب الأرض، ليعرفوا شو خصائص هذا الكوكب اللي جعلت فيه حياة. لو كان في إمكانية للحياة في غير كوكب الأرض كانوا عاشوا على القمر وبقيوا على القمر وتركوا الأرض، لكن رجعوا على الأرض. طيب إذا بدنا نسأل حالنا السؤال، شو هي المقومات يلي بتخلي الأرض الكوكب الصالح للحياة؟ أول شيء بتبادر لذهننا الماء. على فكرة الماء شرط لازم وغير كافي. أنا ما بيكفيني مي، ما فينا نعيش على المي على الحل، بدنا أكل، بدنا مقومات، وبدنا ما يعرف باسم حركة الماء، تبخر الماء، وجود الغيوم، هطول الأمطار. يعني زينب وأريج لازم يكون الضياع بالماء على الأرض نسبة صفر. تخيلوا قديش المعلومة دقيقة جدا ومهمة جدا، أنه ما لازم يكون عندي ضياع للماء. الماء اللي تشربه الأرض، الماء اللي نحن مثلا نتعرقه بالشوب، الماء اللي مثلا نشربه، كله متساوي، ما لازم يضيع شيء. لأنه تخيلوا معي إذا ضاع كل يوم مثلا
لتر ماء بالكرة الأرضية كلها. مليون سنة مليون لتر ماء خلصت مية الأرض. فإذا لازم تكون كمية الأرض من الماء محفوظة. يمكن اللي ساعد الأرض مو بس وجود الماء، وجود الغلاف الجوي. أيضا الغلاف الجوي هو شرط لازم للحياة. الأكسجين، نحن كإنسان عنا جزء استقبال، عنا خلايا، عنا جهاز تنفس يتأقلم مع ما هو موجود عنا على الأرض. فإذا عنا الماء، عنا الغلاف الجوي، ما بعرف إذا عم نشوف نقدر نشوف صورهم، فعم نلاحظ إنه في عنا عدة مقومات للحياة. الماء، غلاف جوي ممتاز، بعد مناسب عن الشمس. نحن شوي هلا الحرارة عم ترتفع، عم نقول انطبخنا وانسلقنا ورح ننشوي. فلو كنا عايشين على عطارد أو الزهرة ما كان في حياة من الحرارة العالية. لو كنا عايشين على المريخ ما كان في حياة من الحرارة الباردة. يعني هي من أهم المقومات بالضبط. يعني بتميز فيها كوكب الأرض. تماماً. إذن وجود البعد المناسب عن الشمس أيضاً من الشروط تماماً لازمة والمهمة لحتى تنشأ حياة. طيب شو عندنا كمان؟ عندنا كمان وجود تابع وفي للأرض. الأرض بدون تابعها الوفي لا حياة على سطحها. مين هو التابع الوفي؟ القمر. القمر اللي بيدور حول الأرض، دورانه حول الأرض بيحمي الأرض من اصطدامات نيزكية، بيحمي الأرض من أخطار الأجرام السماوية. وعلى فكرة الشيء بالشيء يذكر، نحن على أبواب حدث فلكي مهم بدأ وزرته 11-12 آب. دعوة إلكم للمشاهدين، اللي هو الهطل الشهابي. هو احتكاك الأرض ببقايا مذنب. بقايا المذنب رح تولد ألعاب نارية جميلة جدا ليلة 11 الجمعة، ليلة السبت 12 آب. هاي اللي قلنا تمنوا فيها كل تماماً. خير. شغلة جميلة جدا. هاي الليلة من العمر، يعني احنا مستناها من السنة للسنة. اتخيلوا هاي بقايا مذنب. لو كان لا سمح الله المذنب نفسه موجود بدال بقايا، كانت الأرض ومن عليها هباء منثورة. ما في حياة على الأرض. طب دكتور خلينا نحكي عن كمان، ما في حدا منا إلا بيفكر إنه مثلا إحنا عايشين بهذا النصف، شو النصف الثاني؟ شو علاقة مثلا الأرض بالكواكب الثانية؟ نحنا بما إنه نتعرف بشكل نظري بس ما كتير منفكر يعني بالشيء العلمي. كتير حلو. أول شيء نحنا الكرة الأرضية هي ككرة فيها نصفين، نصف كرة شمالي نصف كرة جنوبي. كتير أحيانا بيسألونا أسئلة بسيطة، مثلا اللي بنصف الكرة الجنوبي ليش ما بيوعوا؟ ما الأرض هيك قاعدين تحت ليش ما بيوعوا؟ هذا التخيل، هذا التصور، على فكرة أخذنا العلماء مئات السنين لقدروا يجاوبوا عليها، لفهموا آلية الجاذبية وأنه ما في فوق تحت بالفضاء، في شيء متناسب. فإذا يلي نحن بالشمال نطلع على السماء لفوق، ويلي بالجنوب بيطلعوا على السماء يلي فوق. الخلاف الوحيد بين الشمال والجنوب هو بدرجة الحرارة، عندهم أبرد وبالصيف أكثر حرارة، والنجوم. النجوم اللي بتظهر عنا تختلف عن النجوم اللي بتظهر بنصف الكرة الجنوبي. أما إذا أخذنا علاقة الأرض بباقي الكواكب، وهي أيضا أنت حطيتي إيدك زينب على نقطة حساسة جدا جدا، أن الحياة على الأرض أيضا ترتبط بباقي الكواكب. ما في استقلالية بين الأرض وباقي الكواكب، في تأثير متبادل هائل. عطارد، زهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون. هالسلسلة هي سلسلة، إذا قطعنا أي كوكب وكبيناه رميناه برا انهارت هالسلسلة. فإذا الأرض تعتمد على عملاق الكواكب اللي هو المشتري، اللي بيعمل توازن. هذا التوازن بيحمي الأرض. تخيلوا إذا سألنا السؤال التالي، من أين أصل الماء على الأرض؟ أصل الماء على الأرض أتى من المذنبات. هالمذنبات هي الراعي الرسمي، الناقل الرسمي للماء في الكون. فيما مضى ضربت المذنبات بالأرض، شكلت هالمياه. طيب ليش توقفت ضرب المذنبات على الأرض؟ لأنه إجانا كوكب عملاق اسمه المشتري، وقف كحدود، كحاجز يمنع مرور المذنبات من خارج مجموعتنا الشمسية إلى داخل مجموعتنا الشمسية، أو من حدود مجموعتنا الشمسية وهذا الأدق إلى الأرض. هذا الكوكب العملاق حمل الأرض وحمل حياة على الأرض. إذا رحنا لبحث زحل، يلي هلا حاليا حوله تابع اسمه تيتان. تيتان عم يقدم مادة دسمة للعلماء. هذا التابع يشابه الأرض لما ولدت. أنا كيف بعرف تفاصيل الأرض وكيف تشكل الغلاف الجوي والماء وهو إلى آخره؟ عم راقب تيتان. أنا لما راقب هالتابع الصغير اللي اسمه تيتان عم شوف ماضي الأرض. شوفوا ما أحلى علوم الفضاء والفلك. يعني كل شيء له تجربة. أنا هلأ حاليا بعرف، مو أنا يعني كعلم علوم فضاء وفلك، بنعرف شو عم يصير بالأرض من خلال مراقبة تابع اسمه تيتان. أنا عرفت كيف ولدت الشمس من خلال مراقبة النجوم اللي عم تولد. بعرف كيف بدها تموت الشمس لما شوف النجوم يلي ماتت. فإذا كلها هي تجارب. الكون غني جداً،
بهالامور يلي بتعمل تجارب وبتعملنا تربه خصبه للخيال. يعني يمكن الاشخاص العاديين يلي ما كثير متعمقين بعلم الفلك يمكن نعتقد انه الارض لها علاقه قويه بالشمس وبالقمر، يعني ما بنعرف انه هي في لها تاثير وبتتاثر ايضا بالكواكب الاخرى. يعني اليوم مدى هالتاثير قديش مهم للارض من بعد هذا الشرح اللي اعطيتنا اياه عن كل كوكب؟ بالضبط الشمس والقمر مزبوط، نحن لانه الجرمين هن الاكثر تاثيرا بحياتنا بنشعر فيهم، الشمس كحراره، مناخ كحياه، والقمر كتابع وفي. لكن بالفعل مثل ما ذكرتي اريج التوابع الثانيه لها دور كثير كبير. يعني اذا حكينا نحن عم ندور هلا حاليا على كوكب اخر بكون اخر او بكوننا بمجموعه نجميه اخرى، لازم تتوفر كل هالشروط، منها وجود اشقاء للكوكب مثل اشقائنا الكواكب المجموعه الشمسيه تؤمن استمرارية الحياة على الكوكب. يعني نحن أحلى لقب لحتى نعطي أهمية الكواكب وتأثيرها على الأرض نحن بنقول عليهم أشقاء. كيف أشقائنا نحن بيساعدونا بيحمونا بيحبونا بيقدمونا الرعاية للأرض، أشقاء تقدم للأرض الرعاية، تحمي الحياة على الأرض، تؤمن توافر جميع التفاصيل لحتى تكون اللوحة الفسيفسائية على الأرض كاملة. وللأسف الشديد يا أريج ولو طلعت شوي على الموضوع بيجيكي كائن حي على هالأرض اسمه الإنسان، معظمه للأسف يخرب في الحياة على الأرض. للأسف الشديد يعني كل مقومات الحياة موجودة لكن يأتي الإنسان ليخرب في هذه السلسلة، سواء بالتلاعب بالمناخ وهلا عم ناخذ تأثيره بالحرارة العالية بالعالم والاحتباس الحراري، سواء بالتلاعب بالمياه وكمية المياه وتوزعها، سواء حتى التعامل مع الأرض وثروات الأرض وما تملكه الأرض من مقومات، كل هذا عم يخلي الأرض تنهار شوي شوي. يعني في صورتين مروا معنا، هالصورتين للأرض، اول صوره كانت موجوده للارض من رينجر 7 عرضت هي صوره الارض الفتيه الجميله، وانعرضت صوره اخرى للارض حديثه جدا عام 2017 وهي سوداء، هذا نسبه التلوث اللي بنحكي عنه. الارض اصبح في عليها غمامه سوداء من التلوث، التلوث هذا اذا استمر لن يكون هناك حياه على الارض. يعني المفارقه أريج وزينب ان العلماء اليوم حطوا كعلميا كدراسه علميه انه اذا استمر الانسان باستجراره الغير منطقي للطاقة وإصداره لهالملوثات لن تبقى الحياة على الأرض لأكثر من مليار عام. مليار عام بتقولوا لي الله يعطينا طولة العمر، مليار عام كتير، عمر الأرض 4000 مليون سنة، فمليار من 4000 مليون سنة كتير قليل. فإذا نحن عم نهدد حياتنا بالفعل عم نتجه كبني بشر للانقراض إذا تم الوضع على ما هو عليه. خلينا نحكي لك عن الظواهر القريبة اللي دائما مثل ما قلت لك في بقاب يمكن النيازك أو الشهب، خلينا نحكي كمان شو ممكن أنه نشهد أو تشهد الأرض حتى عالميا. برافو، شكرا لك، كتير كتير ذكرتيني لنقطة كتير مهمة. نحن بسبعة آب أيضا سيكون هناك خسوف للقمر، شكرا لك زينب. سبعة آب يوم الاثنين 25% منه بسوريا فقط ملاحظ. إذا الساعة 8:15 مساء يوم الاثنين سنشهد جزء بسيط من القمر 25%، مشان هيك نحن عملنا نشاط كتير كبير لأنه جزء بسيط من القمر. سبعة آب خلصنا القمر بدر وخسوف القمر، وهذا بيساعدنا كتير أريج وزينب لأنه يعني أن منتصف الشهر القمري ضبط معنا. سبعة آب هو منتصف شهر ذي القعدة، هذا يعني نحن فايتين على ذي الحجة بشكل سلس وسهل، يعني صرنا نقدر نحدده بسهولة. إذن 25% فقط نسبة المشاهدة في سوريا، يعني المواطن العادي أو الإنسان العادي لن يلحظ شيء إلا إذا كان في منطقة عاتمة. بعد منه مباشرة بيجي 11 آب ليلة الهطل اللي عم ننتظرها من السنة للسنة اللي هي ناتجة عن احتكاك بقايا مذنب مع الأرض. دعوا إلى كل اللي عندهم سما جميلة يطلعوا يوم 11 آب، وعلى فكرة من اليوم ابتداء من اليوم البقايا بلشت تحتك لكن عددها قليل جداً. 11 آب هي الذروة، يعني ممكن نعد مثلا كل ثانية شهاب أو أقل، يعني حسب إضاءة القمر حسب الساعة عم نرصد فيها. دعوة لحتى نتأمل السماء وجماليتها لأنه هاي الليلة من العمر لا تنسى أبدا. أكيد نحن كتير بنشكرك على هالمعلومات الجميلة والقيمة اللي قدمت لنا إياها اليوم عن كوكب الأرض. يمكن هالمعلومات نحن بنعرفها بشكل عام لكن تعمقت فيها وأفدت اليوم يعني صباحنا بمعلومات فلكية، وأكيد نحن ناطرين كل شيء حلو ممكن تشهده الأرض. شكرا لك يا أريج، إن شاء الله أكيد هالبقعة الزرقاء تبقى بقعة زرقاء. لك زينب شكرا لوجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي دايما بتعودنا انه تحكيها بشكل علمي وسلس، شكرا لوجودك معنا. سعيد صباحي. شكرا.
أما هلا مشاهدينا رح ننتقل لمحافظة طرطوس، حيث أقام فرع الهلال الأحمر العربي السوري بطرطوس دورة الإنقاذ المائي للبحار والمسطحات المائية على شاطئ الشراع في المدينة بمشاركة عدد من السباحين لتعليم فن الإنقاذ بالطريقة الحديثة. تفاصيل أكثر بالتقرير التالي. أقام فرع الهلال الأحمر العربي السوري في طرطوس دورة الإنقاذ المائي للبحار والمسطحات المائية على شاطئ الشراع في المدينة بمشاركة عدد من السباحين لتعليم فن الإنقاذ بالطريقة الحديثة. عدد المشاركين هذا العام في الدورة يتراوح بين 25 واحد حاليا، هو مثابر يعني وصل العدد لل30، لكن بين المنقطعين. نحن مثل ما خبرتك ما بنعلم فن السباحة، اللي ما شفنا عنده لياقة واللي ما شفنا عنده فن السباحة فاعتذرنا منه، فوصل عدد حاليا عندنا لل25 سباح هم يجيدون كما شاهدنا، يجيدون فن التجديف على هذه الأجهزة التي تسمى الكاياك، ويجيدون فن التعامل مع جهاز هو جهاز الكان، وأيضا عملنا ريبورتاج افتراضي عن غريق، هو غريق البكرة، هو وجود غرقة مجموعة غرقات تجاوز العدد بالخمسة وموجودين في منطقة تيار. هذا التيار يحتاج إلى حبل اللي شدهم إلى الشاطئ، هذا الحبل يسمى عندنا في علم الإنقاذ يسمى بكرة، هذه البكرة يوجد منقذين على الشاطئ ساهموا في شد الغرقة مع المنقذ الذي ذهب إليهم بالحبل وأعطاهم الجهاز فسحبهم باتجاه الشاطئ، وكانت العملية ناجحة كما شاهدتم. أهداف إنسانية بحتة، يعني تجهيز كادر تدريبي قادر على الانتشار على الشواطئ والعمل بالمجال الإنساني للتخفيف من حالات وإصابات الغرقة التي تحدث في البحر وعلى الشاطئ. مدة الدورة نحن لا نعلم السباحة، نقوم باختبار سباحة، يجب أن يكون من يتبع هذه الدورة سباحا ماهرا ذو لياقة عالية، يخضع لعدة تمارين للتدرب على أدوات الإنقاذ البحري الموجودة بين أيدينا كما ترونها على الشاطئ. تهدف الدورة لتجهيز كادر تدريبي قادر على الانتشار على الشواطئ وتدريبهم على فن الإنقاذ الحديث، لا سيما بعد حوادث الغرق التي شهدتها محافظة طرطوس والتي استدعت زيادة في عدد المنقذين وتدريبهم. هلا الإنقاذ البحري هو أول شيء عمل إنساني مهم جدا لأي شخص يتعلم من الإنقاذ، لأنه ممكن بأي لحظة يحتاج إنه يستعمل هالمهارات، إن كان لا سمح الله ينقذ أي شخص ممكن يكون قريب منه ورفيقه، فشيء ضروري إن الواحد يتعلمه. تعلمنا حركات كتير إنه نساعد الغرقة، تعلمنا على الأجهزة الموجودة هون مشان فينا نستخدمه ونساعد أي غريق بأي حالة، وتعلمنا إنه كيف فينا نشوف الغريق عن بعيد وكل هاي الأمور، يعني صرنا تقريبا جاهزين إنه نكون منقذين ونساعد العالم. التحقت بهذه الدورة، هي بالأول عمل إنساني بالدرجة الأولى، تاني شغلة أنا بنقذ العالم الغرقة يلي ما بيعرفوا يسبحوا أو منهم بيكونوا سباحين من منطقة الساحل أو منطقة تانية، ممكن أنقذ أنا واحد غريب عني، ممكن أنقذ واحد قريب مني بالنهاية. شاركت بهذه الدورة تساعد العالم اللي عم تغرق وتعلم أكثر كيفية الإنقاذ، وأنا بعرف أسبح فحبيت أني أقدر ساعد العالم إذا شفت حالات غرق أو حدا بحاجة لمساعدة، يعني عمل إنساني وتطوعي حلو. كما تشمل تدريبات خلال الدورة اللياقة البدنية والإنقاذ البحري والإسعافات الأولية وآلية التعامل مع الغريق الذي سيتم إنقاذه والتعامل مع أجهزة الإنقاذ والتيارات البحرية. والجدير ذكره بأن هذه الدورة تأتي في إطار الدورة التي بدأت منذ عام 1999 والمستمرة حتى الآن. حلو وقت هلأ لنروح بجولة على أهم الأخبار الثقافية اللي عم تصير بدمشق والعالم العربي، ونبدأ جولتنا أكيد مع إيقاع الإرادة والتحدي العلمي لطلاب سوريا، حيث سجل ما يقارب 100,000 طالب وطالبة على الدورة الثانية لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها كافة موزعين على 655 مركزا امتحانيا في مختلف المحافظات. ومع بدء الامتحانات كان هناك جولات على بعض المراكز الامتحانية. تفاصيل أوفى عن أجواء اليوم الأول للامتحان مع زميلتنا نيرمين عمار. صفحة جديدة يخطها طلبة سوريا بأيديهم نحو المستقبل، فمع بدء امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها كافة للدورة الثانية
جال وزير التربية وعضو القيادة القطرية للحزب على بعض المراكز الامتحانية في جرمانة للإطمئنان على سير العملية الامتحانية لمادتي قضايا فلسفية واجتماعية ونفسية ومادة الفيزياء. لن نسمح لأي إنسان أن يأخذ حق ليس حقه، هذا من ناحية. ما يتعلق عند بعض صدور نتائج الدورة الأولى سمحنا بالاعتراضات، يعني كانت هناك فترة جيدة لتقديم الاعتراضات، وأصدرنا نتائج دراسة هذه الاعتراضات قبل أسبوع، واتبعنا طريقة جديدة في دراسة الاعتراضات بأن إذا كان طالب ابن محافظة معينة وأوراقه صحيت في محافظة أخرى، من يدرس الاعتراض هم 4 موظفين، 2 من كل محافظة. لا يمكن الحكم على نتائج دورة 2017 إلا بعد صدور نتائج الدورة الثانية، لذا هي فرصة، وأنا واثق بأن الكثير من طلبتنا سيحسن درجاته وعدد من الطلب سيتغير نتائجه من الرسوب إلى النجاح، وعندها نستطيع الحكم على نتائج دورة عام 2017. طلعنا على الإجراءات الأمنية والإدارية المتخذة من قبل المعنيين في العملية الامتحانية، فكانت إجراءات موفقة، ومن خلال استمزاج بعض آراء الطلبة حول سوية الأسئلة كانت سوية متقدمة ومقبولة ومفهومة عند الجميع. كما هذا الأثر ظهر جليا من خلال أولياء الطلبة الذين وقفوا أو تجمعوا أمام المراكز الامتحانية لإطمئنان عن أبنائهم. الطلاب الممتحنين وجدوا بالدورة الثانية فرصة جديدة لتحسين نتائجهم النهائية. الإعادة فيها إفادة وصار عندنا مجال، يعني صرنا أخذنا على الدورة الأولى، ولا ما نلاقي الدورة الثانية كتير سهلة هو الأولى بستفيد. لا رعد كل المنهاج هون الأسئلة أكثر، بس كمان هون سهل، يعني عاطين مجال للطلاب أكثر أنه علامات موزعين العلامات بشكل أفضل، الطالب يستفاد أكثر. لا الأسئلة عادية، يعني هي بتجي على نفس المستوى اللي جاء الدورة الأولى، يعني سهلة عادي ما لها كتير صعبة. هلا هنا تقريبا نفس المستوى تبع الماضي، يعني بس يعني في نكشتين زيادة، بس أنه كان معنا وقت نقدر نحسن حالنا عن قبل، فأنه عم نستغل الفرصة. إنه العام الخامس على التوالي لتطبيق الدورة الثانية في سوريا، حيث وجد فيه الكثير من الطلاب طريقا لتحسين ما فاتهم من تحضير خلال العام. زينب، رح نبقى بدمشق مع أنشطة المراكز الثقافية وتحديدا المركز الثقافي بأبو رمانة، حيث افتتح المعرض الفني التشكيلي حديث بصري للفنانين التشكيليين محمدية النعسان والفنان عيسى العيسى بحضور رسمي وأهلي. تفاصيل أوفى رصدتها كاميرا برنامجنا برفقة ميسان حمدان. الذين يقولون بأنه لا يمكن إبعاد السياسة عن الحياة اليومية، كل شيء في حياتنا هو سياسة، لكن هذه السياسة تأتي أحيانا على شكل فن، تأتي على شكل مواضيع. رأينا في هذين المعرضين اليوم صور انطباعية عن مشاعر نبيلة تتعلق بقضايا الوطن، تتعلق بمعاناة الإنسان كموظف وأيضا كمواطن، ورأينا أيضا الإبداع الآخر في اللوحات التي تدل على عمق التفكير في حاضر وماضي الوطن وضرورة استمرار ما هو إيجابي في وطننا، ولا يمكن الحفاظ على ذلك إلا من خلال الفن. الحقيقة المعرض اليوم اللي بيضم أعمال فنانين جميلين، الست محمدية والسيد عيسى، تناولت مواضيع مختلفة متعددة من التراث السوري والأفكار الانطباعية واللي بتمثل رؤى مختلفة من وجهة نظر فنية. الحقيقة واستكمالا للي ذكره الدكتور فيصل، الفنان السوري ليس قصير العمر، عمره يمتد أكثر من 10,000 عام،
هي عمر الحضارات العديدة والمتعاقبة اللي تعاقبت على الأرض الطيبة الطاهرة سوريا. الحقيقة هالفترة الزمنية أنضجت التجربة الفنية لدى الفنان، لذلك انعكست باللاوعي من خلال أعماله. هلأ أول شيء أنه العنوان حديث بصري، هلأ هو بجوز يكون أعمق من حديث لأنه هو مثل تفكير أو ممكن تكون قناعة معينة أو فلسفة معينة أنه بكل شيء حوالينا يعني، أو هو أنا بحب أنه أتناول موضوع معين أو فكرة معينة وأنه حاول أظهرها بالألوان. هلأ بحس أنه نحن بالحياة خصوصا جزء خلال الأزمة، أنه الأزمة كتير قاسية علينا وكتير فيها أشياء كتير يعني صعبة وكتير قوية، فأنا بحس أنه الألوان كمان يمكن تكون هي على قوية لأنه كمان من يعني هيك على سوية الأحوال. هي عاملة نوعين من الأعمال، عرفتي كيف؟ أعمال تقريبا واقعية وأعمال مودرن شوي. أنا حبيت الطريقتين وأنا بترك للفنان أو الطالب يعني حرية الاختيار، يعني أنا ما بحب قيده، بحب يشتغل على راحته، يعني أنا بدله للطريق الصحيح، عرفتي كيف؟ هل هي الواقعية وبعدين هو يمكن يعمل معاصرة، ممكن يرسم شيء من أحاسيسه الخاصة، فهو حر. حديث بصري، حديث بصري يعني بيعتمد على الرؤية البصرية. في عندي زميلتنا الفنانة محمدية رسمت ألوان حارة، ألوان فاقعة. أنا اختصاصي الجرافيك بيعتمد على اللونين الأبيض والأسود. طبعا هذول اللوحتين المتجاورتين ما بين الألوان الفاقعة الأحمر والأخضر والأصفر بالألوان النارية، وما بين الألوان الهادية الأسود والأبيض، فاثنين مكملين ببعض، بس الاثنين عبارة عن حديث بصري، العين شافت هنيك وشافت هون، فعنا توازن بالفن. جولتنا الثقافية وصلت لنهايتها، وأكيد مكفيين ببقية فقراتنا، لكن بعد الفاصل. من أقدم الصروح التعليمية بسوريا وأهمها، احتضنت وكبرت الكثير من طلاب سوريا بمختلف محافظاتها. كلية الآداب بجامعة دمشق ما زالت اليوم تسير على نفس النهج من الالتزام والتفوق والمحاولة الجبارة لرفع سوريا طلابها، وأيضا بمنهج تعليمي عالي رغم الهجمة الإرهابية الشرسة التي حاولت إيقاف عجلة التعليم، كما كل المحاولات الإرهابية اللي حاولت إيقاف عجلة الحياة بمختلف مناحيها. لنحكي أكثر أكيد عن الكلية، أدائها وسير العملية الامتحانية اللي بتهم كتير من الطلاب. معنا دكتورة فاتنة الشعال، عميد كلية الأداب بجامعة دمشق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، صباح النور، يا هلا صباح فيكي الخير دكتورة. والتفاؤل، يا هلا فيكي. دكتورة، بالبداية خلينا نحكي شوي عن مهام كلية الآداب وشو اللي قدمته خلال سنوات الحرب اللي مرت على سوريا. نحن بنعرف انه كلية الآداب هي كلية العلوم الإنسانية، هي تقدم للطلاب ما لم يستطع ان تقدمه اي كلية، يعني بناء الطالب الذي يبني المجتمع وخاصة في ظل الظروف. نحن كلية الآداب بتتألف من 14 قسم، 14 قسم بكافة طبعا فعالياته، بتضم ما يقارب بما فيه التعليم المفتوح 70,000 طالب. هون أهمية كلية الآداب في ظل الظروف، يجب أن ننوه هنا أنها لم تتوقف ولا محاضرة في أثناء السبع سنوات الماضية. إذا قلنا سبع سنوات عجاف على كلية الآداب، بالعكس سنوات ممتازة، عدد الطلاب لم يتأثر، عدد الطلاب تداوم بشكل طبيعي، الأساتذة يداوموا بشكل طبيعي جدا، توقيتات الامتحانات كمان، توقيت الامتحان بيئي مستمر طبعا مع بعض المرونة من رئاسة الجامعة وطبعا من توجيهات السيد الوزير.
يعني إذا أثناء الامتحان إذا تأخر الطالب صباحا ربع ساعة 10 دقائق ممكن أن تسهل أموره. كانت الامتحانات رائعة أكثر من ممتازة من حيث التزام الطلاب، من حيث التزام الأساتذة كرؤساء قاعات وأمناء القاعات الموظفين والمراقبين. طبعا نحن نعمل لإعداد جو مناسب ومريح للطالب، إن شاء الله نكون قد أوفينا بحق الطالب. أكيد دكتورة. طيب هلأ نحن بوقت امتحانات أكيد، فشو هي أبرز الإجراءات والتسهيلات اللي عم تقدموها للطلاب ليقدروا يكملوا العملية الامتحانية؟ نحن طبعا امتحانات التعليم النظامي انتهت، ابتدينا حاليا في الأسبوع الثاني من امتحانات التعليم المفتوح. أهم التسهيلات توجيه الموظفين على تهيئة الجو المناسب للطالب، الجو المناسب من حيث الهدوء، من حيث التهدئة النفسية، يعني عدم إزعاج الطالب، توجيهات الأساسية يلي نحن أصلا كنا عاملين اجتماع للموظفين عاطينهم التوجيهات يلي بده يقوموا فيها للطلاب وأثناء الامتحان. يعني الطالب يجب أن يكون مرتاح نفسيا ومعنويا بالقاعة. يعني كنا عم نحكي تحت الهواء دكتورة أنه أنا وزينب خريجين هالكلية، حابين نتعرف أكثر شو التطورات اللي طرأت على كلية الآداب؟ طبعا كلية الآداب دائما منذ تأسيسها تتطور، ولكن الآن في إجراءات جديدة بتوجيه السيد الوزير، هو فتح مركز لخدمة المواطن. توجيه الوزير ورئاسة الجامعة، طبعا المركز الآن في قيد التهيئة. شو بيتضمن هالمركز دكتورة؟ بيتضمن المركز مجمع. هالمجمع يستطيع الطالب الحصول على أي ورقة يحتاجها ضمن هالمجمع بفترة بدقائق أو بثواني، يعني لا يحتاج الطالب الخروج من هذا المركز لأي مكان للحصول على أي ورقة، حتى براءة الذمة يمكن أن تكون عبر المركز. بتسهل كتير للطلاب، بتسهل يعني مثلا كشف العلامات لا يحتاج إلى أيام ولا يحتاج إلى توقيت، فقط كبسة زر ممكن أن يحصل الطالب على كشف علاماته. الآن نقوم بتهيئة المركز كبنية ونقوم بإدخال بيانات الطلاب. دكتورة كنتي عم تحكي عن كشف العلامات، بما أنه فتحتي السيرة يمكن أريج كنا كمان عم نحكي أنه في كتير طلاب تعترض على طبعا علاماتها، حتى كتير طلاب بيكونوا مضطرين يجوا من المحافظات بدون المصدقات للتخرج، كيف عم يتم التعامل والتسهيلات بهالموضوع؟ كشف العلامات ومصدقات التأجيل ومصدقات التخرج تعطى، وخاصة أبناء المحافظات لتخفيف من تكلفة النقل تعطى في حينها، وخاصة إذا كان طبعا بيتقدم طلب بدون طوابع لعندي لمكتبي، بيقول الشخص أنه هو من محافظة حلب فرضا، بياخد المصدقة أيا كانت حتى كشف العلامات في اليوم ذاته. نعم. والاعتراضات؟ والاعتراضات في نوعين من الاعتراضات. في اعتراضات طبعا الاعتراض يقدم عبر الديوان. هي جمع علامات. في اعتراضات إذا الطالب كتير قال إنه أنا بدي أخذ 90، وطبعا كلهم بدي أخذوا 90، بدي أخذ 90، ممكن أن نراجع ورقته بعبر لجنة خاصة. وعم راجع بعض الأوراق طبعا لحد الآن ما لقيت أي خلل. هون ممكن
نكشف للطالب انه الورقة عم تصحح مع سلم الدرجات. نعم. وسلم الدرجات حاليا عم يعلن على النت للطالب. يعني الطالب بيقدر يقيم علامته من خلال سلم الدرجات. في حال ما له مقتنع ممكن نورجيه صورة عن ورقته الامتحانية. نعم. وليس الأصل. نعم. هي الطريقتين دكتورة؟ هدول الطريقتين تماما. كمان حابين نعرف كيف عم يتم استقبال كلية الأعلام كلية الآداب للطلاب الوافدين من غير محافظات، يعني نتيجة أكيد الظروف الحرب اللي عم تمر في سوريا صار في شوية ضغط وعبء على كلية الآداب، اليوم كيف عم تتعاملوا مع هالموضوع؟ طبعا طلاب منرحب فيهون، تقريبا عنا شيء 8500 طالب وافد، وخاصة من جامعة عدد كبير من جامعة الفرات وكان من جامعة الحلب. جامعة حلب رجعنا الحمد لله بفضل جيشنا رجعت لوضعها الطبيعي، ما عاد استقبلنا طلاب جامعة الفرات، أهلا وسهلا فيهم، عبر بنستقبلهم عبر منسق خاص بنتعامل معه وكأنه طالب عادي طبعا من طلابنا، وهذا بيته الثاني. والهدف الأساسي يمكن لكم هو استمرار العملية التعليمية بكل الظروف. العملية التعليمية مستمرة شاء أم أبو. خلينا نحكي دكتورة شوي كمان عن مواقع التواصل الاجتماعي، بيشيع فيها بعض الطلاب بعض كمان الحوادث اللي ممكن تكون صحيحة أو مو صحيحة. صحيح. مثلا كان آخر شيء إنه منع تكرار أسئلة الدورات بالامتحانات، فهذا الشيء صح ولا لا؟ بالحقيقة نحن أنا بفضل عدم تكرار الأسئلة، مو منع، لأنه إعادة صياغة كتر الامتحانات بيضطر أحياناً الدكتور إلى تكرار الأسئلة. يجب أن يكرر السؤال إذا كرر، ولكن بصيغة مختلفة. يعني لابد هناك بنك أسئلة، من خلال بنك الأسئلة ممكن أن تتكرر بعض الأسئلة ممكن، بس نحن في بالحقيقة عندي مشكلة هون، مشكلة الطلاب نفسهم عودتهم للأسئلة دراستها فقط من قبل المكتبات، وأصلا محلولة غلط. لا يعتمدوا الطلاب نصيحة أم، لا يعتمدوا على الأسئلة المحلولة. نحن بوابنا، نحن الإدارة وأساتذتها وجامعتها والوزارة، بوابة مفتوحة لاستقبال الطلاب بمصراعيها. نعم. كمان كتير بهم كتير أشخاص لحتى يعرفوا اليوم قديش نسب النجاح عم تكون بكلية الأعلام، وكمان مثل ما ذكرنا يعني رغم الظروف اللي عم نمر فيها عم بيكون في ازدياد بالنسبة أو عم تقل. والله في عنا هون مشكلة بنسب النجاح. طبعا بتوجيه من الوزير، السيد الوزير ورئيس الجامعة، يجب أن لا تكون نسبة النجاح أدنى من 20%. نحن عم نحكي عن كلية الأداب بشكل عام، بس دائما بنذكر كلية الأداب والإعلام وكل جامعة دمشق كتلة واحدة. نعم. وطبعا وزير واحد ورئيس جامعة. نعم. واحد، توجيهاتهم نحن منطبقها. ولكن أحيانا بتعرفوا نحن سيد عطاء السيد الرئيس دورتين امتحانيات بالمرسوم من 1995 وممكن يكون يتوقع في دورة تكميلية. نسب النجاح هنا يمكن أن تهبط قليلا بهؤلاء الطلاب من 20-25 سنة متخرجين، يعني ممكن يكون يعني يخفضوا شوي نسبة النجاح. على فكرة إذا عملت لك إحصائية، نسبة النجاح ببعض المواد كتير كتير دون 20%، كتير قليلة. والبارحة حتى اتصلت مع الدكتور رئيس الجامعة، قال لي بتجيبي كل المواد يلي نسبة نجاحهم دون 20% لأتناقش أنا وياكي فيهن. لحد الآن أصبح صادر بكلية الآداب
500 مادة من أصل 900، وطبعا في عندي شيء 100 مادة نظام قديم يعني لا يعتبروا. الحمد لله هلأ قسم الفلسفة مواده كلها صدرت، عم بيكون في سرعة بإصدار النتائج تقريبا يعني. إن شاء الله إن شاء الله في سرعة، على فكرة على حساب موظفينا. نحن أثناء الامتحان قسمنا الكادر الإداري تبعنا لثلاث أقسام، قسم لا يرصد النتائج، قسم لا المراقبة، قسم لا يجيب على التساؤلات والأوراق يعني طلبات الطلاب. يعني كنا عم نتوجه على ثلاث محاور، وهذا اللي خلى ان شاء الله النتائج تطلع بسهوله. ان شاء الله تكون كل نتائج منيحه. خلينا نحكي دكتوره، كمان عم نلاحظ كمان هي الفتره اللي عم تمر فيها سوريا بالازمه، انه في كثير طلاب عم يتجهوا للدراسات العليا، الماجستير، الدكتوراه. كمان تحكي لنا عن اقبال الطلاب على الماجستير والدكتوراه، وقد ايه النسب، هل ارتفعت عن قبل؟ بالحقيقه احيانا شيء رغم الأزمة، وأنا يعني نسيت الأزمة لما اشتغلت، وخاصة دخلت تلك الإدارة بالعمادة، هجوم غريب على الدراسات العليا. يعني دكتورة، ماجستير، دبلومات تأهيل وتخصص، حتى توجيهات السيد الوزير والرئاسة الجامعة بفتح دبلومات جديدة، وما شاء الله مستويات الطلاب ممتازة. يعني بتستغربي رغم كل الظروف، قديش الظروف بيقولوا لك لا كهرباء لا مي لا كذا، هي كلها غير معيقة للعملية لا التدريسية ولا توافد الطلاب للتسجيل بالدراسات العليا. يعني تقريبا زاد عدد الطلاب بالدراسات العليا 100%. يعني عندي كل يوم كل يوم كل يوم مناقشة ماجستير أو دكتوراه، وهذا يثلج الصدر. ممكن الإناث والذكور كمان، مو بس الذكور، عم إناث وذكور يعني الإقبال على هالدراسات. دكتور إناث وذكور وعسكريين تماما. يعني حتى المقاتل يقوم بتأهيل نفسه علميا. دكتورة، يعني كنا عم نحكي كمان تحت الهواء عن أهمية نظام التعليم المفتوح يلي صار له سنين عديدة وحقق ويعني أثبت جدارته على أرض الميدان بالناحية العلمية يمكن أكثر. اليوم هل عم يتم تقييم هالنظام وتطور يمكن بشكل كبير وبطريقة يفيد المجتمع ويرفضهم بطلاب كمان يكونوا يوازوا الجامعة الرئيسية؟ يعني أنا هلأ حأحكي على التعليم المفتوح كوني كنت نائب رئيس جامعة وعضو باللجنة الفنية. من فترة الأسبوع الماضي كان في ورشة عمل لتقييم التعليم المفتوح وإعادة النظر بمفرداته وكيفية تطوره. طبعاً هون في كتير دعايات إنه اجتمعوا اللجنة لإلغاء الاعتراف بالتعليم المفتوح، هذا غير صحيح. وجهنا لإعادة النظر بآلية التعليم المفتوح، بكيفية تطوير التعليم المفتوح وكيفية تقويمه. يعني هل يعطي نتائجه الصحيحة؟ هل هم الطلاب سيحصلون على محاضرات أم لقاءات علمية؟ هل يمكن جمع ما بين اسمه دراسة نظام مدمج ما بين التعليم عن بعد واللقاءات؟ نعرف نحن التعليم المفتوح واحد من منظومة التعليم العالي. يعني واستقطب عدد من الطلاب. الآلية هون، وطبعا حاليا عم نحاول نحط، عطانا أسبوع السيد الوزير لإعطاء آلية جديدة للتعليم المفتوح. إن شاء الله سيعرض
على مجلس التعليم العالي قريبا. أما التعليم المفتوح أنا بعتبره تعليم مثالي إذا طبق بالطريقة الصحيحة. نحن كتير في من طلابنا بمراكز ممتازة وأبرزوا يعني طاقة ممتازة. أكيد نحن منوجه لهم تحية لكل هالطلاب المثابرين على العملية التعليمية وأيضا متشكر الجهود اللي عم تبذلوها دكتورة. واجبنا. شكرا اليوم. شكرا. واجبنا. شكرا لوجودك دكتورة معنا وموفقين بكل شيء عم تعملوا. يا ميت هلا أهلا وسهلا. أما هلا مشاهدينا صار وقت ننتقل لغرفة الأخبار للاطلاع على آخر وأهم الأنباء مع علا أبو خضر. صباح الخير علا. صباح النور أريج وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. وجه سلاح الجوف الجيش العربي السوري سلسلة غارات على تجمعات وتحركات لتنظيم داعش الإرهابي في ريف السلمية الشرقية. وأفاد مصدر عسكري بأن الغارات تركزت على مواقع الإرهابيين في قرية عكش ووادي العظام والزاعجة وأسفرت عن مقتل 18 إرهابيا وإصابة العشرات، إضافة لتدمير عربتين مزودتين برشاشين ثقيلين وصهريج محمل بالوقود المسروق. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إنشاء منطقة لتخفيف التوتر في جنوب سوريا نجم عن تعاون روسي أمريكي في مجال مكافحة الإرهاب. وأشار بوتين في مقابلة مع قناة روسيا 24 إلى أن هذه الخطوة لم تحقق مصلحة سوريا وروسيا فقط، وإنما دولا أخرى وتخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. بدأت اليوم المرحلة الثانية من اتفاق التبادل بين المقاومة اللبنانية وإرهابيي جبهة النصرة في جرود عرسال برعاية الأمن العام اللبناني، وتشمل خروج 9000 إرهابي مع عائلاتهم مقابل الإفراج عن أسرى المقاومة. وكانت المرحلة الأولى من الاتفاق انتهت بتسلم المقاومة لجثامين 5 شهداء مقابل تسليم جثث لقتل التنظيم الإرهابي. في خبرنا الأخير، أعلن النظام السعودي مقتل أحد عناصره وإصابة 6 آخرين بمقذوف متفجر استهدف دوريتهم في محافظة القطيف. ويعاني سكان المنطقة الشرقية الغنية بالنفط من الظلم والاضطهاد والتهميش، ويطالبون بالعدالة والتوزيع المتساوي للثروة، وهو ما يقابله النظام السعودي بالقمع والاستبداد الذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات من المحتجين واعتقال عدد كبير منهم وزجهم في السجون دون محاكمات وإعدام بعضهم. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. عودة إليك أريش. شكرا لك علاء. أما هلا أكيد مكفيين باقي فقراتنا ضمن برنامجنا الصباحي صباحنا غير. أكيد محطتنا الأخيرة أريج مع فعالية وصفت بالمميزة بالإنجاز، كمان بنفس الوقت هي إضاءة وإطلاق أكبر جريدة إعلانية من حيث المساحة حول العالم. هالمشروع بدأ أولى خطواته بجريدة المكتب. لنتعرف على تفاصيل وأجواء هالافتتاح حنروح لتقرير زميلتنا سلمى عودة اللي واكبت الافتتاح ونرجع نتابع الموضوع. هكذا افترشت جدران فندق سميراميس وعلى امتداد مساحة إجمالية تبلغ 2000 متر مربع. جريدة المكتب العملاقة أكبر مساحة ثقافية ومعلوماتية في سوريا والعالم في سابقة إعلانية تحمل نمطاً مختلفاً من الدعاية. هي عبارة عن فكرة حضارية لاستثمار الوقت وحاولت إضافة إلى الاستفادة المادية من كمؤسسة عربية للإعلام بالإضافة للجهة التي تقوم بعملية الاستثمار بالرد من جزء من تكاليف هذا الإنشاء وهذا الإشغال. وبالتالي المؤسسة العربية للإعلام تسعى دائما إلى تشجيع الأفكار الخلاقة والمبدعة من أجل أنه ننهض بالتطور الإعلاني في سوريا. وهناك أفكار كثيرة إن شاء الله نتمنى أن تصل إلى جميع الفعاليات الاقتصادية ونشجع المستثمرين اللي يجوني خارج سوريا بأن سوريا الآن
الآن ومنذ 6 سنوات ما زال يوجد فيها الأفكار المبدعة، الأفكار الخلاقة. نحن من قلب الأزمة أو الحرب اللي عم نتعرض لها بهالفكرة البسيطة يلي هي فكرة فعلا بسيطة، بس نتج عنا عمل عملاق مثل ما سميناها جاية المكتب العملاقة يلي عم تغطي فندق سمير رميس وما عم تظهر الأعمال الترميم اللي عم تصير داخله، فبالتالي منعت المشاهد من يشوف بدل ما يشوف شيء بشع عم يشوف شيء جميل، وبنفس الوقت عم تعطي المعلن وسيلة جديدة للإعلان مختلفة عن كل الوسائل الأخرى لأنه عم تظهر له إعلانه بطريقة المقالة أو الخبر الصحفي من خلال الجريدة العملاقة. ساعة إطلاق الجريدة ازدحم الشارع بالحضور الذين في غالبهم استوقفهم مشهد الجريدة العملاقة، بالإضافة للإعلاميين الذين شاركوا بتغطية الحدث الفريد في بلدهم. على فكرة بشكل عام نحن دائما متهمين أنه نحن مهزومين إعلاميا، بالعكس يعني الشام أول ما انتصرت وسوريا أول ما انتصرت هي غلبت الهجمة الإعلامية فهي منتصرة يعني بشكل عام، لذلك أنا بشوف هذا اللي عم بيصير هلأ من فعاليات بغض النظر عن أنه هي أكبر مساحة إعلانية في العالم تعرض على جدار فندقي أو جدار بناء سكني، هي رسالة إعلامية ورسالة إعلانية أيضا لكل العالم أنه الشام الجريحة بدها تقوم، الشام بدها تنهض، أنه أبناء الشام مصرين يخلقوا من العدم فعالية. سمعنا بهيك خبر فأنا جبت عائلتي وحبيت أنزل ورجيهم ورجي حتى الأطفال عندي وولادي أنه نحن مو مثل ما عم يحكوا عنا بلد مدمرة، بالعكس نحن جينا نورجيهم أنه نحن عم نوقف على رجلنا من أول وجديد، دمشق بلد الحضارة وبلد الثقافة ورح تضل. مبدئيا وقت بدي اشوف انه بهالجريده بهالحجم هذا بدي انصدم شوي، بدي اوقف، بدي اتامل، بدي اشوف شو القيمه المضافه منها، وعباره اكبر او اصغر ما بتعود مهمه بقدر ما هالقيمه المضافه اللي بتقدمها هالجريده للمار هون، للتاجر السوري، لاصحاب الفعاليات، للناس اللي مهتمين بزيادة استثماراتهم وفتح مجالات أكبر للتسويق. نادرين فيه من أول قريتي في الفيسبوك والواتساب، فكرة كتير ممتازة وناجحة يعني. راحة كتير حلو، هاي خطوة كتير رائعة لبلدنا ولدمشق عاصمة الثقافة والحضارة. شيء مبشر، شيء بعيد الفرح والسرور لقلوبنا كسوريين. أنا كتير يعني مبسوط ومسرور رغم أني يعني ما بعرف تفاصيل الصحافة وشو اللي صار، ولكن عم شوف جريدة ورائعة وكبيرة وعم حس انه في شيء كأنه يعني بداية النهاية لأزمتنا، عم نحس انه يعني عم يفرفح قلبنا انه يعني لحنا مسرورين، لحنا الشيء اللي عم يحصل بسوريا الآن هو بداية النصر، بداية عودة الأمن والأمان. مساحة إعلانية مبتكرة ومتبدلة كل 3 أشهر بمضمون يحمل طابعا تثقيفيا ومساحة مغرية للإعلان والتسويق، ربما تكتب اسم سوريا من جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إضافة إلى أنها ستغير مفهوم الإعلان في سوريا. هي ليست مجرد جريدة عملاقة تتوسط العاصمة السورية دمشق، وإنما هي رسالة وجهها السوريون اليوم أنهم رغم ظروف الحرب على بلدهم ما زالوا قادرين على ابتكار الأفكار وتحقيقها. من دمشق للأخبارية السورية سلمى عودة. مثل ما تابعنا أريجة بالتقرير، أغلب الآراء كانت من المختصين والناس وجدوا بهذه الجريدة أنه هي استمرار للحياة بسوريا والحركة الاجتماعية والثقافية رغم ظروف الحرب. لنتعرف على تفاصيل وفكرة المشروع بشكل أوسع بشاركنا صباحنا لليوم الأستاذ مهند الحيك مدير مشروع جريدة المكتب العملاقة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. مبروك كمان. أهلا وسهلا، شكرا. أهلا وسهلا فيك أستاذ مهند. يعني الجريدة العملاقة كانت حديث الشارع والإنترنت والمقاهي وكافة الـ يعني وين ما كانوا متواجدين السوريين كانوا عم يحكوا عن هالجريدة العملاقة. نحن حابين نتعرف أكثر كيف بدأ هالمشروع وانطلقت هالفكرة. الحقيقة بلشت من واقع فندق سمير رميس اليوم يلي هو قيد إعادة تأهيل، هو مستثمر اليوم من قبل شركتنا نزهة اللوجستية، فطبعا فيه عمار من جوا فنحن مغطينه بشادر أخضر لحتى يعني ما يبين الشغل، وهي حبينا انه نجمل نعطي جماليه اكثر للمنطقه بشيء يكون يضيف هالجماليه وبنفس الوقت يكون مفيد. فاول شغله بتخطر هي موضوع الاعلان، ف
فحبينا يكون هذا المكان هو منصة إعلانية ولكن بطريقة جديدة ومبدعة، ما بدنا نكرر شيء تساوى من قبل يعني. فبناء عليه بلشنا نمشي بهذا الاتجاه، وطلعت الفكرة شوي شوي انه هي تكون جريدة، ما تكون اي شيء اعلاني محطوط جامد بنفس المكان، بنفس الوقت تكون بتتجدد. مثل ما بتعرفي هو العدد كل 3 شهور بيرجع بعيد، بيطلع عدد جديد، وبالتالي في 3 شهور بيرجع ببدل. هذا الشيء بيعطي كمان تجدد للمكان، علما انه هي بتضل جريدة ولكن اعدادها بتختلف. نعم. قد ايه درستوا هالموضوع وهالمشروع؟ قد ايه فكرتوا يمكن بالصعوبات؟ وقد ايه كانت المساحة المعلوماتية دراستها، نوع الخط، كمية المعلومات اللي بدكم تحطوها؟ تمام. الحقيقة أخذت دراسة لأنه هي الأولى من نوعها، وخاصة أنه نحن هي بيكون فيها مقالات، وبالتالي اليوم نحسب حساب الخط كيف بده ينقرا ومن وين، ودرسنا الزوايا المميزة ومن وين بتنشاف من أي مكان. فأخذت وقت منيح، دراسة منيحة فنية. بعدين درسنا موضوع التركيب، كيف بدنا نركب على السقايل، لأنه هن من نهاية السقايل يعني ما هنون مجهزين 100% لياخدوا هيك شيء. وطبعا المساحة 2000 متر مربع كمان هي صعبة لا 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 تتغطى بشكل آمن، احنا بيهمنا كمان الأمان يعني، فكتير انحسبت من كل النواحي. كمان يمكن في دور لكم كتير كبير من قبل اللي حابين يجوا ويشتركوا معكم ويتم إعلان عن منتجاتهم أو عين أي فكرة. كيف بيتم استقبال المعلنين، وأيضا كيف بيتم اختيار المساحات لكل منتج أو لكل موضوع؟ نعم. هلا الحقيقه نحن يعني من البدايه هي الجريده عملنا لها مثل سياسه تحرير، او لنقول يعني شيء نحن نقدر نعتمده ويكون هو مميز تجاه المعلن. اليوم طبعا نحن مكاتبنا مفتوحه وتليفوناتنا موجوده للي بيحب يتصل فينا وياخذ اعلان. نحن طبعا اول شيء بنشرح الفكره، بنشرح شو اللي بيميز الجريده عن اي شيء ثاني بالنسبه للمعلن، واللي هي تختصر بانه اليوم المعلن اول شيء يعني موجود بجريدة هي الأولى بالعالم اليوم، صارت مساحة 2000 متر بمركز حساس بقلب المدينة، يعني أي حدا بده ينتقل من شرق لغرب العاصمة أو العكس فهو إجباري بده يمر من هون. هي نقطة تانية مميزة. النقطة الثالثة أنه نحن اليوم الإعلان عم نبني مع المعلن، أنه اليوم نحن عم نتيح له مجال يحط نص صغير يشرح فيه شيء عن منتجه. طبعا هذا الشيء نحن برأينا بيضيف قيمة ثقافية اجتماعية ووقات علمية للشيء اللي هو عم بيحاول يعرضه، وهو بالنهاية موجه للمستهلك اللي هو بتعرفي قطبين الإعلان دائما هو المرسل اللي هو المعلن والمستهلك اللي هو المستقبل. وبالتالي هي القناة بيناتهم هي هم كل وسائل الإعلام بالعالم، كيف تكون مبدعة أكثر لحتى تقدر توصلي الرسالة صح من هون لهون لياخذ المعلن النتيجة اللي هو بده إياها وأحسن. أكيد. هلا رح تستمر تحت عنوان جريدة المكتب، اللي هي بالأساس مستوحات يمكن من جريدة المكتب المعروفة لكل زوار مقهى المكتب. تمام. هلا أول حقيقة جريدة المكتب العملاقة وجريدة المكتب هن جزء من شيء اسمه المكتب للإعلان. نعم. اللي هو عبارة عن مجموعة منصات مختلفة هدفها بالنهاية الإعلان المبدع والإعلان الجديد. فبديت جريدة المكتب الورقية اللي هي بتوزع اليوم بمقهى المكتب وتصدر كل شهر، وانطلقنا منها لطلعنا بجريدة المكتب العملاقة اللي هي من نفس المبدأ. رح يكون فيها طبعا مثل ما لاحظتوا انه فيها مقالات ثقافية، فيها عن شغلات يمكن ما كل العالم بتعرفها عم نسلط الضوء عليها، وخاصة بمدينة دمشق وبعدين بكرة بكامل سوريا يعني. ف هيك مبدأ. تماما. يعني عن جد هالمشروع هذا فكرته كتير مبشرة، وبيدل على استمرار الحياة ونبض الحياة والثقافة بسوريا. اليوم رسالة كتير كبيرة عم تتوجه للخارج، لكن هل ممكن يدخل هذا المشروع موسوعة جينيس وترجع أكيد يتجدد اسم سوريا بموسوعة جينيس؟ الحقيقة نحن نتأمل، ونحن جماعة طموحين كتير، فلهيك ما بنستبعد أبدا هالمشروع، إن الله راد رح نبلش نشتغل عليه. الله بيوفقنا إن شاء الله. إن شاء الله. لما شفتوا يمكن أنتوا مديري المشروع ومؤسسي الفكرة، قالوا هل لهفة من الناس إنه إجت شافت هالجريدة الإلكترونية، كيف كان شعوركم؟ هذا حفزكم لتعملوا شيء جديد كمان؟ طبعا يعني الحقيقة الحضور كان كتير حلو، ومو بس الحضور، الحقيقة التشجيع من كل الجهات، يعني حتى من السيارات العالم عم تميل راسها حتى تشوف. طبعاً شو طبعاً شو طبعاً. هو الحقيقة بتبلش القصة من وقت ما بلشت الفكرة تنضج أكتر. يعني اليوم مالك المبنى اللي هو المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي كتير شجعونا، بعدين المؤسسة العربية للإعلان كمان قدموا لنا كل التسهيلات والدعم والتشجيع. فمثل ما تقولي الكل تبنى معنا الفكرة، بعدين منتقل بقى للوسط العام، يعني العالم كان حضورها حلو كتير، حبت المشروع كتير.
انبسطنا بحضورهم، وان شاء الله هيك هلا عم نراقب بالشارع، يعني العالم كلها بتمرق وبتطلع. ونحن الحقيقه موجهينا لكل الشرائح، يعني اليوم الشخص الماشي على رجليه هو قدران يوقف ويقرا، يلي سايه يمكن يشوف الصوره العامه بس. غير هيك هلا الصوره كلها بكلها ككتله، وخاصه بالليل لما تكون مضوايه، هي شغله كتير جميله بالمنطقه وجديده. يعني مشروع جديد اشتغلتوا عليه بكل عزم ومحبه اكيد لنشر هالثقافه، ثقافه الحياه بسوريا. يمكن سؤال بكير على، لكن حابين نعرف هل ممكن نشهد هالمشروع بباقي المحافظات؟ الله رد. نحن اساسا يعني هلا بلشنا باوتيل سميرميس، هلا كمان ممكن بيكون في ابنيه ثانيه قيد اعاده التاهيل، نحن ممكن انه يمتد هذا المشروع بدمشق، وبعدين اكيد بده ينتشر لباقي المحافظات ان شاء الله. يا رب اكيد كل التوفيق لكم، وتحيه كثير كبيره لكل الكادر اللي اشتغل بهذا المشروع، وان شاء الله بنشهد كل جديد بتقدموه. شكرا للاخباريه السوريه برنامج صباحنا غير لمواكبتنا واستضافه الحلوه هي. شكرا لكم. ومثل ما قلنا أريج، يمكن انه هالمشروع هو مو بس تنشيط لسوق الاعلانات والتسويق بسوريا، هو ايضا رساله انه بالحياه بسوريا فيها افكار، فيها مبدعين وفيها حياه. انا بدي اشكر وجودكم. شكرا كثير لك موفقين. مهند شكرا لكم، يا هلا فيك. يعني مع هالفكره وهالمشروع الرائع بيكون خلص صباحنا لليوم. اكيد كل الشكر لكم مشاهدينا على حسن هالمتابعه، وحابين نذكركم اي موضوع بتحبوا تطرحونا وتشاركونا فيه فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير، وبنتمنى لكم بقية النهار كله خير وسلام ومحبة، وتبقوا بألف خير. باي باي. أكيد أريجة شكرا لإلك. أكيد خلال حلقتنا عم نحاول أنه نقدم أي معلومة أو فكرة جديدة تفيدكم بحياتكم، أكيد لحتى تطلعوا على آخر الأخبار وأبرز الأحداث أبو برفقة شاشة الإخبارية السورية بتغطيتها على مدار الساعة. لكل حدا حابب يشاركنا بفكرة ما قلكم إلا تراسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك. تبقوا بخير. باي باي. باي.